مارسيل غريب. هذا أبو صاحبي مارسيل. أهلا وسهلا فيك في حديث البلد. هاي كانت مقلب ولا مظبوطة؟ قطعت ما رأيك؟ لا مش مقلب. لا لا لا. أهلا بمارسيل. مارسيل اليوم عمال نسمع إنه صبايا كانوا عمال يحضروك وهون عم بقلك أهلا بمارسيل في صداقة. بيو لمارسيل من نحن وعمرنا 7 سنين أصحاب وجيران. وجده لمارسيل كمان من الأشخاص يلي أنا ربيت يعني عندهم بالبيت. وبيرات كنت عم تحضر. اختصرت قدمته يعني قرابة الأسبوع الماضي من جمعة. صدفة حلوة إنه عن جد. مارسيل غريب، أنت موسيقي وملحن وعازف على آلة السنتور. بال 2014 مثلت لبنان بمهرجان فالنسيان الفرنسي إلى جانب موسيقيين من عدة دول. بال 2016 قدمت أمسية على مسرح الحكمة، كانت أخذت ضجة كثير بعنوان 100 سنة وليلة. والليلة أنت معنا لنحكي عن كليبك الأول تسألوني. تسألوني صح. لأنه بالفصحى. مارسيل قلت لنا باثناء التحضير انه انت اولويتك الموسيقى ومش الغنى، شو اللي اخذك على الغنى هالمره؟ لا انا ما رحت على الغنى، بس هي التوضيح لانه عم بنسال عنا. الكليب هو صار له جمعتين يعني انطلق. انا حاطط صوتي بقلب التراك. هو عمل موسيقي وفي سولويات لآلة السنتور، بس انا حبيت احط صوتي كموسيقي بما انه ادائي سليم وهيك. في بروجي طويل انه ممكن بكثير مقطوعات موسيقيه يكون في 20% صوت او كلام، يمكن بصوتي او بصوت حدا اخر، بس انه الصوت اكيد بيوصل خاصه بعالمنا العربي. قليل تنسمع مقطوعات موسيقيه بيور. يعني بيور. مارسيل هالاله الوتريه اللي هي بتدق تعزف عليها اللي هي السنتور عمرها 2000 سنه وبلشت بالعراق تقريبا 2000 سنه يمكن اكثر، بلشت بالعراق وايران يعني بلاد ما بين النهرين بهيدي المنطقه. وفي فتره كانت بفرنسا كانوا يسموها اشاكان اسانتور يمكن. لونا نار. شو هي الغنية؟ مش معقول معلومات لورونار باس باس. ايه رونار باس باس اشاكان اسانتور. ايه مضبوط يعني. هيدي ما كنت اعرفها انا. شفت هيك حفظها للعالم، حفظها يعني. هيدي جديدة أنا ما معي قد إيه قاري عن السنتورة أول. ما بدك معلومات من الأكبر منك. بدها ثقافة. مارسيل قبل ما نكفي معك خلينا نشوف مقطع من كليب تسألوني، غناء كلماتك وألحانك إخراج باميلا خضرا. باميلا خضرا. بس حتى نقدر نشوفها بدي أطلب منك تطلع بكاميرتك، بتعرف شو نقول هون؟ أكيد بلاير باسم. صح. تسألوني أما زلت تحبني؟ تسألوني أما زلت تحبني؟ من سنتين مارسيل عملت توزيع جديد لاغنية الراحل زكي نصيف يا عاشقة الوردي وعزفت هالاغنية على السنتور. كانت الانطلاقة يعني رسمية، اول ميوزك فيديو مع اعادة توزيع ليا عاشقة الوردي، واكيد اخذت الحقوق واطلقناها وبلشنا بهالرحلة يلي هي. وهلا الهدف صار موسيقتي الشخصية اكثر، يعني كل الاعمال تكون توقيعي يعني. بس حول هالآلة يعني. حول هالآلة، هي آلة قديمة تعرفت عليها بالجامعة، ركبت الفكرة عندي. أنا كنت بالأساس بلعب كيبورد وبيانو، ركبت الفكرة أنه بعدها منا مستهلكة لبنانيا وعربيا، قلت يلا خليني فوت فيها. وبلشنا كليب فيستيفال بفرنسا، كونسير هون وإعلام وإنترفيوز، وصلنا لهون. أنت تعرفت عليها قبل باميلا؟ قلت أنا بدك تعلق، ناطرته يعلق. على أمل
انه تصير يعني آلة سيدة على المسرح مثل ما البيانو مثلا مع كي مانوكيون مثلا مع الفاضل مثل مع جهاد عقل بالبيانو صح الكمانجا يعني هيدي الطريقة صح ماشيين فيها يعني هلا اذا هيك مبلشين بس السانتور انه منا معروفه مثلا الفيولون معروف واجا شخص كمان اضاف هون عندك ميريت اكثر هون في تحدي زياده انه تتقبلها الناس وتتقبلني وتتقبلوني يعني ولك فضل اكثر ايه ان شاء الله